الحمد لله كناش نحلم السيزون ده الصراحه، ما اكذبش عليك، يعني ان ناخد بطولتين غاليين زي دول. اغلى بطولتين لعبناهم السنه دي الدوري وبطوله افريقيا. كان الموضوع صعب قوي بعد بطوله افريقيا لان انت خدت الحدث الكبير، فكان صعب ان انت ترجع تاني للدوري بطاقه عاليه بموتيفيشن بالظبط. فبشكر اللعيبه وبشكر الجهاز الصراحه، احنا من ساعه ما رجعنا كملنا على نفس السيناريو ونفس الشغل اللي كنا بنشتغل بيه هناك. ربنا ما ضيعش طعب حد وربنا كرمنا الحمد لله. زي ما انت شفت ماتش النهارده وان بوزيشن جيم، وهم شاطوا كوره ما دخلتش، احنا توفقنا في الحاجات اللي جبناها. فبحمد ربنا بجد وبشكر اللعيبه والجهاز وكل الناس، والحمد لله احنا ابطال افريقيا وابطال الدوري. يعني يمكن جيم 4 كان صعب شويه لان زي ما انت شفت احنا ضيعنا اخر كوره، حتى كنا ممكن نتعادل نخش اكسترا تايم، كنا عايزين نخلص على طول بس ربنا ما قرطش. النهارده برده جيم صعب قوي، انت بتتكلم 2-2 الجيم الخامس، انما الحمد لله ربنا كرمنا في 2019 برده كسبنا جيم 5 مع الجزيره، النهارده ربنا كرمنا تاني مع الاتحاد كسبنا جيم 5. الحمد لله والله كرم كبير قوي من عند ربنا، الفرقه تستاهل، تعبت والحمد لله ربنا يكرمنا في اللي جاي ان شاء الله. لا يا امور الزمالك والله اغلى حاجه عندنا هو الحافز بتاعنا اللي على طول الناس واقفه ورانا، كويسين وحشين بنكسب بنخسر الناس واقفه ورانا وبتشجعنا، بنهدلهم الفوز ده النهارده وان شاء الله يكونوا مبسوطين واحنا مبسوطين والحمد لله رب العالمين. يعني حاجه كبيره والله الحمد لله. جمهور الزمالك ناس وقفت معانا في اصعب الاوقات من اول السنه لحد اخر السنه، رحنا افريقيا واديناهم شويه ثقه فينا، بس هم من اول السنه وبصراحه يعني كان الكلام على طول بيتقال لي يعني احنا كسبنا خسرنا احنا كده كده الزمالك وانتوا ابطالنا والحمد لله. عايز اقول لك ان كميه المسجات اللي كانت بتتبعت لي يعني انا بشوفهم كلهم، يمكن ما بردش علشان بس بيبقوا كتير مش هينفع ارد على حد وحد لا، بس يعني الناس والله بتبعت لنا مسجات على تويتر فيسبوك انستجرام اي حاجه بيبعتوا لنا يقولوا لنا احنا وراكم واحنا معاكم، والحمد لله ان احنا كنا بنشوف الكلام ده والحمد لله قدرنا ان احنا نفرح الناس. As I said before, this is not time for talking about future now. المستقبل يعني ده ان هو المستقبل احنا مش هنتكلم عليه، احنا دلوقتي بنحتفل بس بالدوري ولازم اللعيبه كلها تحتفل وانا احتفل كمان، وما حدش عارف المستقبل ممكن يحصل فيه. Well, I think of course when I came to Zamalek كان جاي اوبشن ان احنا نكسب بطوله طبعا، بس لما لقينا اللعيبه كلها متحفزين نكسب بطوله فده شجعوا اكتر ان احنا نكسب بطوله، سواء احنا كسبنا بطولتين السيزون ده مش بطوله واحده بس. وما اعتقدش ان كان في بطوله يعني وقت يبقى صعب علينا او لحظه صعبه علينا، احنا كل حاجه بنعديها سواء خساره او مكسب بنتعلم منها عشان نكسب في اللي بعديه. About my players I cannot say more times that I'm very happy for them. بيقول لك ان لعبت انا مش هقدر اقول حاجه اكتر من انا بقولها لهم على طول، سواء جمهور الزمالك انا عايز اقول لهم ان احنا بنعمل كل ده عشانكم وان انتوا تفرحوا دلوقتي بالسيزون ده وان شاء الله يعني جاي يبقى احسن باذن الله.